الخامس من يوليو. في مثل هذا اليوم من عام 1687، الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن. وفي عام 1830، في مثل هذا اليوم، حاكم الجزائر الداي حسين يسلم مدينة الجزائر للفرنسيين، وبداية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية الأخرى. وفي مثل هذا اليوم من عام 1954، قناة بي بي سي البريطانية تبث أولى نشراتها الإخبارية التلفزيونية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1962، استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة. وفي مثل هذا اليوم الخامس من يوليو عام 93، الرئيس الصالح في إطار تأسيسه لقفزة تكنولوجية مبكرة يتفقد وزارة المواصلات والمؤسسة العامة للاتصالات للاطلاع على سير العمل في المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها، ويفتتح المحطة الرقمية الأرضية الرابعة معيار ألف التي تم إنشاؤها بتكلفة 6 ملايين دولار، ومحطة استقبال القمر الصناعي عربسات.